جانبه أوضح دولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري أن المملكة لديها طاقة إيجابية نحو تغيير اقتصادها للأفضل. أضاف القول إنه من المهم التركيز على شعوب المنطقة ونموها وازدهارها وكيفية الوصول إلى اقتصاد حيوي. وأنا برأيي اللي عم تقوم فيه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد هو الأساس، لأنه عن جد في أنرجي بالمملكة العربية السعودية. أنا عشت وبتعرفوا أني تربيت بالمملكة العربية السعودية. هذه الأنرجي اللي عم نشوفها اليوم ما كنا نشوفها قبل. كان في خطط كبيرة وأنجزت وعملت، ولكن كان يجب أنه يحصل التغيير. وهذا التغيير مثل ما قال سمو ولي عهد البحرين أنه هذا التغيير بيعدي، وكلنا عم كل الدول اللي حوالين المملكة العربية السعودية، إن كانت مصر، إن كانت البحرين، إن كانت الإمارات، إن كان لبنان، إن كان العراق، إن كان تونس ولا المغرب، كل هالدول عم تشوف إنه فعلا في تطوير لكل الأنظمة الاقتصادية، كل القطاعات الاقتصادية.